مرحبا، أنا الدكتور فولكان أكين، مدير معهد العلوم التطبيقية في جامعة إسطنبول آيفن سراي. أنا متخصص في الإعلان والعلاقات العامة والتسويق والتسويق الرياضي. لدينا أقسام الإدارة الرياضية والتدريب والترفيه التي سوف تستقبل طلابها الأوائل في فصل الخريف للسنة الدراسية 2020-2021. سيتم في قسم الإدارة الرياضية تدريب المرشحين المتخصصين من المدراء الذين تحتاجهم الرياضة التركية على جميع المستويات، وسيتم في قسم التدريب إنشاء المدربين والحكام والمسؤولين بمستوى متقدم في جميع الفروع الرياضية. في قسم الترفيه الخاص بنا سوف نقدم خدمات في قطاعات الرياضة والسياحة والصحة، ونقوم بتنشئة أفراد متخصصين للإدارة الاحترافية لوقت الفراغ. لدينا 3 صالات رياضية داخلية وصالة ألعاب رياضية ومركز لياقة بدنية، وكذلك ملعب كرة قدم مع مرافق خارجية في حرم كازل جشمة. سيقوم طلابنا الذين يدرسون في أقسام الترفيه وإدارة الرياضة والتدريب بتدريبهم العملي الإلزامي ضمن مناهجنا الدراسية خلال 8 فصول دراسية. لدى جامعتنا اتفاقية بروتوكول مع العديد من الجامعات في أوروبا أبرمها المكتب الدولي، لذلك سيتمكن الطلاب من جميع الأقسام 3 من المشاركة في برنامج التبادل المتعلق بمجالات تخصصهم في مختلف الجامعات في أوروبا من خلال برنامج إيراسموس. سيكون طلابنا المتخرجين من أقسام إدارة الرياضة والترفيه والتدريب قادرين على العمل كخبراء في كل مستوى تحتاجه الرياضة التركية. سيكون طلابنا الذين يمكنهم العمل بشكل خاص في مجالات الصحة والرياضة والسياحة قادرين على العمل كقادة في هذه القطاعات 3 المهمة. بالطبع يفضل أن يكون لدى طلابنا الذين سيختارون هذه الأقسام علاقات اجتماعية قوية، وأن تكون مهاراتهم في الاتصال وصفاتهم القيادية متقدمة. هناك العديد من الفرص التي تقدمها جامعتنا لطلابنا القادمين من خارج المدينة. في البداية، المشكلة الرئيسية للمدن الكبرى هي المواصلات، وفي الحقيقة الحرم الجامعي الموجود في جامعتنا يقضي بفضل موقعه المركزي على هذه المشكلة في مثل هذه المدينة الكبيرة. لذلك فإن طلابنا الذين سيأتون من خارج المدينة للدراسة في إسطنبول لن يواجهوا أي مشاكل في المواصلات فيما يتعلق بجامعتنا. في الوقت نفسه سيتمكن طلابنا من العثور على وظائف بسهولة بعد التخرج من خلال البروتوكولات التي طبقتها جامعتنا مع العديد من المؤسسات في هذا القطاع. نحن في انتظار مرشحين الذين سيختارون أقسام الإدارة الرياضية والترفيه والتدريب في جامعة إسطنبول آيفن سراي.